القضاء هذا الطائر الذي يلوح في الأفق بجناحي القضاة والمحامين أصبح سلعة لمقاضاة الأغراض والمناطقية والحزبية في ظل الفساد الإداري والمالي والفكري في الوقت ذاته. فعلا مشكلتنا في القضاء فساد قضائي موجود وبشكل غير عادي. عندنا أيضا فساد في الذمة، أيضا أداء المحاكم أداء سيء جدا. لا ندري ما هو الخوف وما هو القلق الذي يعني يشعر به نادي القضاء أو إدارة نادي القضاء. في ضوء رؤية نقابة الصحفيين لدعم مخرجات الحوار الوطني نحو استقلال حقيقي للقضاء والتي صوت عليها 90% من أعضاء فريق بناء الدولة وجميع أعضاء فريق الحقوق والحريات. أول مقرر خرجت به إدارة نادي القضاء وهو منع المحامي إغلاق المحاكم والنيابات ومنع أعضاء النادي من ممارسة أعمالهم. نقول أن هذا سابقة خطيرة ما كان يجب على إدارة النادي أن تنتهجها على الإطلاق. لكن مفاجآت جديدة من نادي القضاة الذي لا يزال الجدل دائرا بشأن شرعيته واستمرار إضراب الكثير من القضاة تسببت في عوائق شتى للمواطنين. نادي القضاة لم يتم على أساس قانوني. هناك حكم دستوري صدر قبل حوالي 8 أشهر بإلغاء كثير من النصوص في قانون القضاء. فعلا لا يوجد أولا حاجة اسمها نادي القضاة. لا يوجد نص قانوني يتكلم عن القضاة وكيف ينتخب وكيف يتم. لا يوجد. معناه أنه نادي القضاة لا تم على أساس غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي. 15% نسبة يراها المحامون قليلة في إشراكهم في عضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإدارية، لأن المحامي يرى بأنه أكثر اتصالا بالمواطن عن سواه. طبعا احنا كنقابة نحن نطالب برفع سقف هذه النسبة حتى تصل إلى النص. لماذا؟ لأن المحامي هو شريك في القضاء. المحاكم أضحت تنجر يوما بعد يوم إلى حظيرة الأحزاب، ونادي القضاء يتصدر مجلس القضاء الأعلى، والبلاد هي الأخرى بين هذا وذاك على حافة الهاوية. سامي الحجري، اليمن اليوم، صنعاء.